كلشي مزيان؟ الله يحفظك خويا بارك. امورك على خير؟ الحمد لله والله الا بخير. نورتينا. الحمد لله. نورتينا. ربي يخليك خويا، ربي يخليك خويا بدر. الله يكبر بك، شنو اسم مصالح تعطينا؟ بلال. بلال يا بلال، بلال، قلب عامرة بلال. عامرة خويا بدر. احتاجت تخوي؟ وي. واخا بلال، دير الكيتا بلال. لا، هاي الكيتا. نشوف واش الناس تسمع صوت بلال الاخوان. الله يعطيكم الجنة. راك تسمعني؟ تهضر بلال؟ هاكا تسمعني دابا مزيان؟ شي جملة دي مع الناس اللي تيتبعوا باش نسمعوا الصوت. قلتي؟ شوف قر دير الكيتي اللي داير، اللي ما داروش ديرو يكون أحسن. واخا. يلا كلشي بارطاجي، كلشي بارطاجي، أحسن برنامج على الفيسبوك بالتوفيق. شكرا لكم، الله يحفظكم. الصوت واضح، واقيلا أنا الصوت واضح. وي هضر دابا بلال. السلام عليكم. لا لا غير حيدو حيدو حيدو. كتسمعني مزيان خويا بدر؟ دابا تنسمعك. مرحبا بلال، تفضل عاود كاع داكشي اللي بغيتي يا بلال. حاسس نسمعك يا بلال. خويا بدر انا فاش وقع لي مشاكل كنت عرفت واحد البنت في التيليفون. اها. عرفت واحد البنت في التيليفون وين بقيت كنهضر انا وياها كاصدقاء، شويه تطورت العلاقه ديالي انا وياها. دوزت انا وياها شي عام ونص. واحد النهار قلت لي يا ودي دابا انت انا مابقاش نهضر معاك بزاف، الا كنتي ناوي المعقول وهذا انا راه خصك تجي للدار. قلت لها صافي ماشي مشكل، نجي لداركم ما عنديش انا مشكل. قالت لي صافي. قلت لها انايا دابا راه تعطيني النمره ديال باك باش انا نعيط ليه، حيت هي اصلا حكم المدينه ديالها بعيد على المدينه ديالنا حنايا. صافي هضرت قلت لها عطيني النمره ديال باك. قالت لي انا ما نقدرش نعطيك النمره ديال باك. قال علاش؟ عادي انا ناوي زعما الا معقول. قلت لي لا انا حشمت من با وهذه ما قدرتش. قالت لي ودي كاين واحد الدري كيجي من العائله كاين في نفس المدينه اللي فيها انا. قلت لي غتجي زعما تهضر انت وانا نهضر معاه وتلاقى انت وياه تهضر انت وياه وهذيك الساعه غادي يعني بحال انت بحال هو صاحبك وقدمك لي انا، فهمتي؟ قلت صافي ماشي مشكل. يعني تعرفت على داك السيد، تعرفت على داك السيد، تلاقيت انا وياه. قال لي صافي انا غادي نهضر مع باها ونشوف شنو كاين. هذاك السيد ملي جيت انا يومين ما قال لي والو، هضرت معاه هي قلت لي راه باقي ما صوني عليا ما رد عليا حتى شي حاجه. قال لي قالت لي هي صافي صوني عليا انت وهضر معاه. ملي صونيت عليه قال لي راه قال لي باها باغا تكمل قرايتها ما باغاش تجوج دابا، يعني يفوت عليك السيده. باها اللي ما باغيش ولا هي اللي ما باغاش؟ شنو قال؟ لا دابا باها دابا هو الدري ملي قال لي راه هضرت مع باها وقال لك باها بلي انا راه بنتي راه باغيها تكمل قرايتها ما باغيهاش تتزوج دابا. قلت لي صافي ماشي ولكن انا ما عنديش مشكل تكمل قرايتها. قال لي يا خويا انا راه قلت لك صافي بعد من الدريه. قلت لي صافي ماشي مشكل. انا ملي هضرت مع البنت قلت لها راه باك راه ما قبلش كاين وكاين. قالت لي تسنى نشوف ماما. صونات على ماما هضرت معاها قالت لي بلي مها بلي راه ما صونت شي واحد باك وما قال حتى شي حاجه لهادشي اللي كتقولي كامل. وهي تقول لي ودي راه يعني داك السيد ما صوناش على باها. هاد السيد هذا راه هو خوها. ما صوناش على باها وما قال لي حتى شي حاجه. داكشي خسرها من راسه يعني بحال ما بغانيش انا نكون ناقته ونتزوج اخته. هو ما تيعرفك ما قال لي راه هو ما تيعرفكش. ما كيعرف لا ما كيعرفني ما حتى شي حاجه. اول مره غنشوفو هي داك النهار. صافي قلت لي راه ودي راه ما قال الوالديه والو، انا غنشوف شي حل. هي عندها واحد خالتها، ديك خالتها غادي تمشي لعندهم العروبيه، يعني غتمشي غتلاقى مع باها وغادي تهضر معاها. ملي هضرت معاها ديك الساعه عطاوني النمره ديال باها، صونيت عليه هضرت انا وياه. قلت لي ودي راه انا باغي البنيه ديالك وان شاء الله راه باغي نجي نخطبها. قال لي ايه مرحبا ولدي، ولكن ضروري خصنا نهضر مع باك باش نعرف شنو كاين وقتاش غادي تجي. قلت لي صافي ماشي مشكل. جيت عطيت الوالد هضر معاهم، درنا واحد السيمانه ومشينا خطبت ديك البنت. صافي ملي خطبتها جيت في حالاتي، دازت واحد 15 يوم كتقول لي هي
او دير انا باغي نمشي نخدم في كازا. قلت لها نمشي نخدم في كازا. قلت لها علاش غادي تخدمي؟ علاش غادي تديري بجيك؟ انا خدام ما خصكش شي خير، شنو خصك؟ قلت لها لا خصني ضروري نتعاون معاك يد وحده، راك تعرف اخي بارك. قلت لها لا زعما نتعاون معاك، قنعتني ملي قالت لي غنتعاون معاك وهادي قنعتني. قلت لها ماشي مشكل، ولكن البلاصه اللي غتخدمي فيها وتسكنها فين؟ قالت لي ودير عندهم شي وحده من العائله هنا تما غادي تسكن معاها. قلت صافي ماشي مشكل. قلت لها ولكن ملي مشيتي تما خصني نشوف انا فين خدامه وفين غتسكني. قالت لي صافي ماشي مشكل. السيمانه الاولى اللي غنخدم فيها بحال كل ويكاند تلاقاو. قلت لها صافي. مشيت وشفتها فين خدامه فين كلشي. جيت بحال هكا طاش هكا 15 يوم كنمشي نشوفها ونجي. واحد النهار جات ملي وليت كنصوني عليها كنلقى الخط مشغول ديما. فيما كنصوني عليها هكا بالليل اللي كنهضروا فيها مثلا كنديروا واحد الساعه بهكا 10 ل 11 خصني انا الناس باش نمشي للخدمه ديالي. والو كنصوني عليها كنلقى الخط مشغول من فوق 11 ل 12. بعد الخطره كتضربني الفيقه مع الوحده كنصوني كنلقى مشغول يعني كتهضر مع شي واحد. صافي انا جاني فضول قلت هادي كاين شي حاجه. راه اليد واحد النهار هي تنط بحال هكا بالجمعه ومشيت هكا. هي الجمعه كتكون خدامه نهار الجمعه كتخدم من 8 من 6 الصباح حتى 12 العشيه كتسالي عندها الجمعه والحد. مشيت ديك نايت من نهار الجمعه ركبت مع 7 ديال الصباح وصلت تما مع ديك العشره هكا. صافي مشيت بغيت هكا ندير بحال ندير بحال مفاجاه. ملي مشيت بقيت كنتسنى هكا حتى الحانوت ديالها فين خدامه شويه غتخرج هي والمعلم ديالها وداك اللي خدام معاهم كاينين ثلاثه خدامين هما. دازت ومشاو للقهوه ريحوا في القهوه. صافي هزيت التليفون صونيت عليها قلت لها فينك؟ قلت لها انا راه في الدار كنصب شي حوايج. صافي تما انا يا صافي عرفت راه كاينه شي حاجه. رجعت كنتسنى انها تمشي للدار ونعاود نصوني عليها زعما نقول لها انا راني جيت. صافي هي ديك تسنيت حتى مشات ورجعت عرفتي صونيت عليها قلت لها انا راني جيت. راه فاش صونيت عليها ديك الساعه كنت انايا في المحطه جاي. صافي خرجت لعندي قلت لها شنو كاين؟ راه قولي انا راه شاك باش نمشي للقهوه مع المعلم. قلت لها ودي انا غير بغيت زعما راك عارف الخدمه وهذه قلت نمشي للقهوه. قلت لها لا راه واخا تكوني شي بنت صاحبتك كتقول لك تمشي معاك للقهوه خصك تقولها لي حيت انا راه ما كنتفلاش عليك انا راه خاطبك. صافي دوزني داك الشيء ماشي مشكل. انا ملي دوزت مع داك النهار جيت في حالاتي ولي عندي الشك وليت كندخل الفيسبوك ديالها وكنبقى نقلب. واحد النهار ياش وانا نلقى بلي هي دايره واحد دايره قليب لواحد السيد في التصويره ديالها. دخلني الفضول دخلت لعند داك السيد شفت التصاور كاملين دايره لهم قليب وانا درت نفس الفيس ديالها هي. درت نفس الفيس ديالها هي وانا ندخل لعنده. ملي دخلت لعنده هادشي ماشي الخدامه هي 12 ديال وقتها ديال الظهر. صيفط ليها صيفط لها ميساج قلت لها لا وكنهضر انا وياه. صيفط له هو ميساج كنهضر انا وياه سلام سلام. قال لي ما هضره جوج قال لي دغيا بدلتي المود باس يعني انا عرفت يعني كتهضر مع هذا السيد هذا. شويه قلت له صوني صوني عليا. انا ديك الساعه ملي قلت ليه هو صوني عليا يعني انا راه صونيت عليها هي كنهضر معاها. شويه ويصيفط ليا ميساج عاوتاني في فيسبوك قال لي ومع من كتهضري؟ الخط ديالك مشغول. صافي تما انا عرفت قطعت عليها. شويه بغيت نصوني عليها لقيت الخط مشغول عاوتاني. يدي ولات كطرح هذا خير بارك يا هذيك. عرفت شنو كاين صافي هضرت معها قلت لها انت دابا كتهضري مع واحد وشنو بينك وبينو كيفاش زعما هادشي وكتقولي لي انا ما كنهضر مع حتى شي واحد وسولت حيت انا سولت رجعك شنو قال سولت قلت لها شكون هذاك اللي دايره لي قليل. قلت صافي انا راه كيعجبوني تصاور وهكا كنبقى ندير قولي بجيمات راه عادي. قلت دابا انت كتقول لي ما كنهضرش معاه هو السيد انت عاطيه المود باس ديال الفيسبوك ديالك وكاين وكاين. داك السيد صافي هي بدات كتهرب من الهضره ديال فاش كنهضر معاه كتهرب شويه كتقطع تقول لي انا خدامه تمشي للدار. هضرت مع داك السيد جاني نيشان قال لي ودي انا هاد السيد راه كنت معاه من شحال هادي وهداك الشيء فاش جابتك هي راه نجيك اخويا من الاخر جابتك انت هي باش ان الاساس باش نعرف راه تخطبات ونرجع ليها. صافي رجعت اخاي بادر ناقرت انا وياها هكا بواحد الزبان شويه تا كيصون عليا باه كيقول لي ولدي انا راه بنتي راه نهار الاول نهار اللي جيتي لعندي قلتي لي راه باغي نجي
نخطب بنتك قلت لك مرحبا بك. ودابا ولدي راه كنقول لك بلي بنتي راه باغا تكمل قرايتها. قال لي انا ما بغيتش نصوني على على الوالد ديالك، انا صونيت عليك انت هنيشه. قلت ليه صافي، انا ما قلت ليه حتى شي حاجه، صافي سكت سكت صافي. جيت بحال هادي نط نط عاوتاني في الصباح، لقيت راسي انني كنبغي ديك السيده. نط الصباح عاوتاني بكري، نط مع ديك 8 عاوتاني، ونط شديت الكار عاوتاني ومشيت لعند. لكن جيت با كيصوني عليا كيقول لي كاين وكاين وما عرفتش شي حاجه. شنو قلتي لي؟ قلت لي انا ما قلت لي حتى شي حاجه، راه صافي انا وياك اسم محمد دوزنا لك قسم الله. ما انت كتشك بزاف انت هذيك. قلت له انا كلشي باين. هي تقول لي دابا بس محمد ابي لال انا صافي ما بقاش باغا نتزوج، بقاش باغا نتزوج نهائيا. يعني الهضره اللي قال لك داك السيد راه بصح. اه بصح داك السيد جاني نيشان، قال لي هو شي قال لي كون جيتيني في الاول غنقول لك شنو كاين. حتى دخلني بفيس ديال الدريه، قول لي في الاخر قول لي شنو كاين انا نقول لك شنو كاين. صافي شديت صافي، ملي مشيت انا هضرت معاه كاين قال لي صافي احنا هو كان عارفها مخطوبة. اه كان عارف، اه عارفها مخطوبة، عرفت خطبات. فاش عرفت خطبات هو رجع ليها. آه. هي مهم هي تكون قالت له انا راه تخطبت وهادي و صافي صافي. ملي بقيت كنهضر معاه قلت لي انا كنتسناك انت تسالي الخدمة ونهضر معاك. مشات تصونات على ما قلت لي راه كيجي لي هنايا وكاين وكاين وكاين. وهي تصوني علي ما صنعت عليا ما قالت لي انت علاش كتمشي عند بنتي وهذيك. قلت لي انا بغيتها صافي، هذيك الخطيبه ديالي كنجي عندها من شحال هذه وكاين وكاين وكاين. قالت لي شوف ولدي، قالت لي حنايا النهار الاول، النهار الاول عطيناك البنت واخا عارفينك باللي عندك اعاقه، رضينا بك واخا بالاعاقه ديالك، وانت حنا باقيين دايرين من الطاجين من تحرق. وليتي انك انت هي كتبين الاعاقه عندك شي مشكل؟ يعني عندي اعاقه في رجليا بجوج. قلت لي حنا عارفينك واخا بالاعاقه ديالك، يعني قبلنا بيك وما قلنا حتى شي حاجه، وانت من دابا وليتي انك دابا وليتي كتهضر مع البنت تحكم فيها وهذيك. انا ما كنتحكمش فيها، انا راه البنت كنصوني عليها ما كتجاوبش، شكيت ان كتهضر معايا تقطع عليا ما خلاتنيش نكمل الهضره. صافي جيت بحالي، يعني ديك الساعه صونا هما على الوالده قال لها راه كيمشي عند البنت. صافي جيت في حالتي معاوتش معاوتش رجعت هكاك، ودوزت عاوتاني واحد اليومين اخرى ومشيت لعندها. ماشي اللي مشيت صافي ولات كد، ماشي اللي مشيت انا عاوتاني بقيت عاصر حدا حتى المحل في الخدمه من بعيد، بقيت واقف واقف حتى ديك السا. هي تخرج عاوتاني هي والمعلم ديالها، مشاو عاوتاني عندو واحد المكسكروطات كياكلو بثلاثه، كنشوف من بعيد شويه وهي تشوفني هي ويجي عندي المعلم. قال لي شوف اخويا صافي البنت راه ما بقاتش حتى دابا فاهم كل شيء، وحنايا هادي راه ما كايناش غير هي، يعني صبرني. جيت ديك اليوم ديك الايام ما ديك صافي وصلت 12 ديال وليت كنبات في المحطه، المحطه ديال الكيرا اللي كنمشي لها 4 ايام وانا كنبات تما، وكنمشي كنشوفها بالليل بنهار وبالليل كنجي نبات تما. شو واحد الناس صافي واحد جوج دراري جاو عندي بقاو كيهضروا معايا، قال لي انت كيفاش بات هنايا شنو عندك هذه هذه. عاودت لهم هما اللي جمعوا لي فلوس الكار وجيت في حالاتي. قبل ما نجي انا قبل ما نمشي لعندها هي كانت في الدار ديالنا حنا اصلا محطوطه للبيع ديال الورات. ديال الورات يعني محطوطه للبيع، يعني راه ماشي راه تباعات وشدوا شدوا الفلوس ديالها وتكاتبوا كل شيء، وبقات دايرين معاهم واحد ما تيجي شي شهر ولا ما عرفتش باش يخويو الدار. فاش جيت انا لقيت ان الدار صافي خواوها داروا ليها قفل. كاين واحد جارتنا مشيت لا هذا الوالد. يا هذيك مشيت انا عند واحد مشيت عند خالتي قلت لها شنو كان، قالت لي راه صافي راه باعوا ومشاو. ولا انت على بالي انا راك مشيتي معاهم. صافي شديت صونيت على الوالد قلت لها كاين وكاين فينك انتوما هذه. قال لي انا راه سافرنا. قلت له فين وش نجي لعندكم فين خوتي؟ قال لي راه خوك راه كيعيط تما. قلت له صافي راه نجي انايا. قال لي شوف راه ما عندي فين تجي انا، راه دابا راه كنسكن غير مع عمي. ودابا خويا بدر شي
شي 6 شهور وانا يما كنبات حدا واحد السوق السوق قلت الأدميرة يعرفت السوق وكنمشي كنقم بعد الخطرات كنبات عند صحابي ولا كل مره في كنبات شي اللي كاين اخويا بعض وحاليا الخدمه وداك الشيء شنو شادير فيها الخدمه كنت خدام خدمه زوينه في الاول ما بقيتش كنمشي ليها شي واحد المده 15 يوم جراو عليا اها شنو شادير دابا دابا والو يا كان هاكا الا لقيت شي هاكا شي كنديباني هاكا جيت للسوق ديال المارشي الكبير كنديباني فيها هاكا على الخطرات شي 670 درهم كل نهار ورجع انا شفت التصويره دابا اللي صيفطتي لي ديال رجليك وكان صعيب صعيب تخدم بها ولا راه كنمشي كنقلب على خدمه كنمشي كنقلب على خدمه بنا اي واحد يما كيدور معايا كيقول لي راه صعيب باش انك تخدم واخا نوري واخا نوري ديك التصويره اللي صيفطتي لي للناس ماشي مشكل واخا نوريها لهم ماشي مشكل بلال دابا حاليا خدام شي سوق خدام شي سوق سوق كنمشي هكا كنديباني وصافي وفين تتبات كنبات كل مره هكا حدا واحد المشروع حدا واحد السوق لا نذكر السميه ديالو وكاين هكا ديك جارتنا اللي مشيت لعندها النهار الاول كنمشي كنبات مع ولدها دابا حاليا كاين ولدها تما ما قدرتش يعني انني نهضر قدامه خرج جيت حدا المشروع وهي نسيتيها ولا مازال شكون هي نسيتيها بزاف كاع نسيت صافي 100% خرجتيها من بالك جرحتني بزاف صافي حبيلال ومن الحب ما قتل كما تيقولوا تيقول لك لهلا يطيح حبنا على حجر اخي بلال امين والله لقينا ما محسن منا واللي يزيدوا بينا لقدام واللي بغيونا الخير كما تيبغيو لرؤوسهم الله يلاقينا مع هاد الناس ولكن مع الاسف ولينا في واحد المستنقع ديال الحب كلمه الحب ولات سهله المشاعر ديال الناس ولات سهله انا نتلاعبوا بها كلمه نبغيك لا يعرفها الا المطهرون ما بقاش فيك الحاله بلال الحمد لله الحمد لله عرفتيها في الاول عرفتي شنو هي الخساره اللي تنقولوا الخسارات بالصحيه فاش تتزوج وتدير الوليدات ها تتعرف الواحد على حقيقته هذيك اكبر خساره شاف عمرك يا بلال 30 سنه مازال يلا باتي مازال قادر تدير بزاف ديال الحوايج مازال قادر تبني وربي يشوف ما عمرو يضيعك ما تيحيد لك حاجه الا باش يعوضك بما احسن منها ربي كبير وكون كان فيها الخير كون بقات ولكن ربي عالم ما كانش فيها الخير وعرفها بانها ما صافياش ودير يقينك في الله وما غاديش تخيب طوي هاد الصفحه طويها السلام عليكم قصه ودازت تجربه ودازت بلال الا بغيتي واحد الرقم ديالك نعطيو الرقم مقراتش تقدر تقولنا المدينة فين تسكن دابا مدينة سلسلة اللي بغى الرقم ديال بلال اللي توصل معنا عبر الصفحة الرسمية BADRE ESPACE HELAILE يكتب لي بغيت الرقم ديال بلال مزلون نعطيكم الرقم ديال بلال